انا كنت عارفه انك مغرور بس مش للدرجه دي. اللي بيشوف ان هو مش ند ليا اسهل حاجه نقول عليا مغرور. لما تيجي توكل محامي يبقى اقول له بس ان هيترفع قصاده يبقى زين ثابت. نكمل كلامنا في النيابه. بس ساعتها انت اللي هتشيل مشكله. سلام يا صاحبي. طب واللي انت بتقوله ده مش غرور؟ لا غرور طبعا. هنا مفيش حاجه اسمها قلب. قوانين وورق وبس. وايه كمان؟ Don't push it.